mammifère, on est mort dans l'appareil. 50 mammifères. 50 mammifères. والقافلة الصحية المرة هذه أول مرة جدغي في تونس وفي تاريخ تونس وأول مرة جات في سيدي بوزيد وهذايا حاجة يستحقوها أهالي سيدي بوزيد باش نعملوا قافلة تبدأ شاملة من التقصي المبكر للتشخيص للبعد العناية والسويفي متاع أمراض سرطان الثدي عفنا وفقكم الله. دونك احنا بدينا البارح واليوم والحق تفاجأنا بالعدد الهائل نتاع النساء اللي جاوا باش يعديوا وجاوا بطبيعة يحبوا يعملوا الماموغرافي. الماموغرافي موجوده في سيدي بوزيد ما خدمتش لها مديده، دونك لوبجيكتيف ايتي اتان، خدمنا الماموغرافي وبارح نجمنا نعملوا قريب 50 ماموغرافي و50 إيكوغرافي. فهمنا اللي العدد اكثر من الكاباسيتي نتاعنا في النهار ما نجموش نفوتوا، حتى كان ننزلوا نخدموا صباح وعشيه وليل 30 40 ماموغرافي و30 و40 ايكو. دونك من اليوم بدينا نعطيو مواعيد للايام الجايه. تفهمنا باش تولي الانيشيتيف هذه نكملوها، مش كان اليوم وغدوه، اليوم والبارح بلوتو، نكملوها للجامعات الجايين وتولي عاده في سيدي بوزيد المامو تتعمل وتتقرا ونجموا اون بخون اون شارج لي باسيون. حبيت نشير اللي خلاف القافله اللي صارت في المستشفى جاوة بسيدي بوزيد، عملنا زاد حملات في مناطق اخرين، حملات تقاسي مبكر. احنا يمكن حكينا اكثر على سيدي بوزيد خاطر فما تقاسي مبكر وفما التشخيص والكشف، اما راهو زاد عملنا حملات في المناطق الاخرين كما في جلمه، كما في ولاد الحفوز، كما في بن عون. بالنسبه للاكتيفيتي امس عملنا ما يقارب 50 ايكوغرافي مامير، معناها تصويره بالصداء، و 50 ماموغرافي. اليوم الصباح زاد كيف بدينا هاكم تشوفوا نساء برا. الهدف بتاعنا تعرفوا اللي هو هذا، عفانا وعافاكم الله، كونسير دو سان اللي هو سرطان الثدي، اللي هو توا ولا يمشي حتى الاج مبكر شويه، معناها العمر المبكر شويه يمشي حتى هبط ال 40 35 واللي نشوفوا فيه حتى اقل. دونك الهدف بتاعنا هو الكشف المبكر لسرطان الثدي عن طريق الكوبل هذا ليكزامان كلينيك، معناتها القابله تراها وبعد تبعثها للطبيب النساء لهنا في العيادات الخارجيه بتاعنا في سيدي بوزيد، وبعدين تعمل الكوبل هذا ليكوغرافي مامير تصوير بالصداء والماموغرافي، واذا كان سحقينا كما امس سته لقينا عندهم حاجه اللي هي بتاع انترجيومين نقولوا سوسبكت اللي هي بتاع خايبه بتاع سرطان الثدي، نعملوا عينه والعينه زاد كيف تمشي جراتويتمون زاد كيف تعمل. انا البارح مشيت للجلمة، دونك جماعة سبيتار جلمة الماتيرنيتي كانوا عندهم تنظيم ممتاز للقافلة، صارت واحدة في سبيتار في الماتيرنيتي واحدة برا من سبيتار. دونك اللي في سبيتار كانوا فما عدد من المرضى 60 هكيكا، دونك جيو بور تو موتيف، معناتها جيو تقصي امراض الثدي وامراض اخرى تابعين نساء وتوليد. كانت فما عيادة، دونك شفنا لي باسيون الكل تو موتيف، وبعثنا منهم نساء اللي اليوم جاو لهنا، معناتها اللي عندها انتيسيدون ولا عندها كعبوره ولا حاجه جيو اليوم للمستشفى سيدي بوزيد باش يكملوا الفحوص الايكو والماموغرافي لو كان استلزم.